ازيكم؟ معكم صوصية. فيديو النهارده بتكلم عن شوية حاجات كده اشتريتها علشان انظم بيها الهدوم. لقيتها افكارها حلوة قوي، يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. طيب، اول قطعة اشتريتها دي عجبتني قوي. دي ممكن احط فيها حزمة عشان الحزمة بتاعتي مترمية في كل حتة وبتقعد تتني كده، الجلد ما بحبوش يتني، فكنت عايزة افرد الحزمة، فدي فكرة حلوة قوي. ممكن كمان انظم عليها الكبات، بما ان انا الفترة اللي فاتت دي عمالة اشتري في كبات اهو، شكلها حلو قوي برضه وبتلف، فعجبني قوي. فانت لو لقيتوا الفكرة دي هاتوها حلوة قوي. تاني فكرة جبتها هو المنظم ده، انا لقيته عند ناس ب 15 وناس 20 وناس 7.5، فده اللي ب 7.5 اهو، جبت لونه اللي هو الموفي الفاتح ده، وجبت واحد برضو ب 15 اول ما شفتهم. انا جايبة ده بقى ليه؟ هقول لكم دلوقتي، استنوا بس اقول لكم بيتركب ازاي. بتفتحي دول كده، استنى عشان الزوم يتعمل اهو كده، وتقومي اتكسر بقى، اتكسر وكسفني قدام الفيديو. لا يا جماعة، من هنا من هنا ولا استنى اهو كده اهو، سهل خالص يا جماعة، سهل خالص. جبته، بص بقى، ممكن تحطي فيه الشماعات وممكن تحطي فيه حاجة تانية، والحاجة التانية دي اللي انا جايبها بسببها هوريكو دلوقتي. 1 2 3 اهو، انا جايبها عشان التروح اصلا، عشان التروح تفضل برضو تفضل مفرودة وحلوة قوي. ده اللي انا كنت جايباه 15، تمام، وده اللي انا جايباه ب 7.5. مش عارفة ايه الفرق بصراحة. انا كنت مورياكو قبل كده ان ده اختراع انا منظمة فيه السلاسل بتاعتي والكلام ده، بس الاختراع ده احسن منه بقى، لان ده بيشيل اللي هو العقود اللي هي تقيلة دي، لو حطيت فيها عقد تقيل هتقع. حلو للسلاسل الرفيعه عشان ما تتلعبكش في بعض، يعني شايفين، لكن العقود التقيله ما تاخديش ده. جيبي ده بقى ايه اللي هو منظم بتاع المطبخ، اللي هو بيتحط في قدره في المطبخ. انا حطيته على التسريحه برضو على الحته العريضه، بس لازم تجيبيها تكون عريضه اهو، تكون عريضه كده وتحطي فيها العقود التخينه، فعملي قوي وحلو. حاليا انا منظمه الشنط بتاعتي في الستاند بتاع الميكروويف اهو، موسعاه طبعا وحطاه جنب الستاند بتاع الهدوم، وحط عليه حاجتي الشنط بتاعتي كلها، عملي برضو قوي. بس هو مشكلته ان هو ساعات الشنط دي بتلم تراب، فانا كل شويه بقى بنضف الشنط وكده، بس يعني لازم انضف، يعني احنا هنفضل معفنين كتير، فحلو قوي عملي. فانت ممكن تاخدي الفكره دي تحطيها في الدولاب، يعني ممكن تحطي ده في الدولاب او تحطيه على الارض، يعني ممكن لو انت عندك مكان في الدولاب تحطيه وتحطي شنطك عليه، فيبقى الحل الامثل بصراحه. المنظم ده بقى انا شاريه للنضارات، حتى في النضارات بتاعتي، حتى بصوا بنتي كده اهو، لسه انا جايبه بقى له فتره، بس قلت برضو اوريكم عشان اجمع فيديو عن الحاجات الصغيره اللي احنا بتقعد تترمى في كل حته، فده حل كويس. يعني هجيب بقى، اشتري بقى نضاره جديده واحطها في المكان ده، هسيبه فاضي، ما ينفعش، لازم نجيب نضاره جديده. طيب، طالما برضو الاستند ده طلع معايا، فبرضو هقول رايي فيه، عشان لو مثلا لفت نظرك وعايزه تعرفي يعني هو كويس ولا، عشان انتوا بتسيبوا الفيديو كله احنا كبنات بقى بنركز في الحاجات اللي احنا يعني اللي هي اصلا ما بنجيبش سيرتها في الفيديو، يعني ممكن اكون انا بتكلم في حاجات مهمه جدا للغايه، الاقي واحده تقول لي ايه هو الاستند ده كويس ولا لا، فانا هقول برضو بصراحه هو عامل ازاي. بصوا، الاستند ده انا كنت جايباه من ايكيا، هو حلو كل حاجه بس فيه هزه بسيطه، يعني بيقعد يتهز كده، يعني بصوا مثلا اهو شايفين، يعني ايه بيروح ويجي معايا، تمام، حتى من اقل حركه، يعني ايه المعامله بتاعتي معاه انا كانه عيل صغير بحافظ عليه بس. وانا اصلا كنت شارياه علشان الدولاب عندي صغير، فكنت لازم ان انا اشتري حاجه احط فيها الجواكت والحاجات اللي انا بستخدمها كتير. لو انت عملتيه عموله امتل من كده. في واحده كانت كاتبه لي في التعليقات قبل كده ان انت ما قلتيش رايك في الاستاند والاستاند مش باين، اخس على هذا التصوير، اكيد دي مش مصريه، فانا بقول لك اهو يا ستي الاستاند معمول. انا جيت ارد على التعليق اصلا ما لقيتهوش، فهي اشك ان هي مثلا قالت انا اتكلمت بطريقه مش كويسه، فمسحت التعليق منها لنفسها. يعني
المهم الستاند اهو، وانا قلت ان هو بيتهز بسيط، ده اللي هو بتاع ايكيا. انت لو مثلا واحده بتتحركي كتير او ما بتحافظيش على حاجه، لا روحي اعمليه عموله حديد في حديد، عشان ده مش صلب، ده بيتهز اصلا. فانا قلت اللي ليا واللي عليا. لكن لو انت انسانه رقيقه كده زيي بالظبط كده، انا شخصيه رقيقه جدا، قبل كده وقعت فوقيه، اتزحلقت كده وقعت فوقيه، خدني وجري بالعجل، بس الحمد لله ما اتكسرش. يعني انا قلت ده اتكسر 100%. هو بص انا بحافظ عليه، بس يعني المعامله بتاعتي معاه واحده واحده. يعني مثلا لو انا مستعجله باجي عليه هو وما بشدش الهدوم، باخد الهدوم بالراحه. فانتوا كده فهمتوا قصدي ايه من الكلام اللي انا قلته ده كله يعني. طيب جنب الستاند وجنب الشنط معلش انا حاطه الكومودينو بتاعي، حاطه البرطمان ده كنت واخداه، كان فيه ايه، كان محطوط فيه بونبوني. فانا طبعا شلت البونبوني وحطيت فيه الحلقان بتاعتي، تمام، عشان ما تضيعش، عشان ما الاقيش كل فرده في حته زي الشرابات. وكمان حاطه القطن بتاعي عشان لما استخدمه الاقيه. ده البرطمان ده طبعا كان برطمان مخلل، بس انا عملته كده ماشي، دهنته وبتاع وظبطت الدنيا، وحطيت فيه القطن بتاعي، فبقى شكله حلو ومن بلاش. يعني دي انا واخداها في اسبوع باين، ودي انا عاملاها. فانت بتعملي حاجات ببلاش يعني، شغلي دماغك، شغلي دماغك كده، ووفري لبيتك وعيالك. طيب دي حاجة كده بسيطة وهبلة، اكيد اي حد عارفه، بس انا برضو قلت ايه يعني هقول لكم خلاص. دي اي كوباية كده انا حاطة فيها كل المكياج بتاعي، وساعات بحط فيه التوب كده، تمام، واي حاجة بقى يعني اي حاجة ممكن تضيع او رفيعة بحطها فيها. فده حاجة عملية قوي. الكوباية دي انا كنت جايباها في حدود 6 جنيه، وبصوا شكلها حلوة ازاي، يعني شكلها جميل قوي، فاهمين؟ دي بقى حاجات اصلا انا شاريها، المفروض اعمل عليها ريفيو ليكو وكده، بس لسه يعني في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. انا حولت سعودية كده ليه؟ الفيديوهات الجاية ان شاء الله هقول لكم انا جبت ايه وكده، للحجاب والكلام ده، ويعني ادعوني بس. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب تكون استفدت منه. ولو عندك المشاكل اللي هي كانت عندي دي، فهي دي حلول كويسه وكمان رخيصه، يعني حلول مش غاليه. وما تنسيش اللايك والاشتراك، علشان 96% بيتفرجوا عليا هم اصلا مش مشتركين، عيب عيب كده. اشتركي بقى علشان يعني تدوني طاقه ايجابيه كده، واحس ان في حد بيتفرج عليا غير الناس الحلوين اللي اشتركوا دول. يلا بقى اشوفكم الفيديوهات الجايه، يلا باي باي.